بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة الثانية عن الـ External Products، راح نحكي فيها عن بعض الأمثلة من الـ Formulation للمستحضرات، ونحكي عن كل وحدة شو المكونات والاستخدام والتحضير. أول وحدة اللي هي Zinc and Talc Dusting Powder، تكون من Zinc Oxide 25 جرام، Starch 25 جرام، و Sterilized Purified Talc برضو 50 جرام. هلا هاي البريبريشن تستخدم ل امتصاص الرطوبه، وكماده بتمنع الاحتكاك، بتعالج مشاكل الصمات، وبتنحط على الجلد للاطفال او الكبار في العمر. مرات بسموها بودره التلك، لوحدها بتكون التلك، ومرات بكون في معاه كمان الزنك اوكسيد مع الستارش. هلا هاي بتنرش رش على الجلد، بس مش لازم الجلد يكون رطب كتير لما ينرش عليه. هلا ال preparations التانية اللي هي liquid preparation، بتشمل ال solutions، ال suspensions وال emulsion. معظم هاي ال preparations بتكون غير معقمة، ولكن إذا استخدمناها للجلد المجروح أو للعينين او لفجوات الجسم لازم تكون معقمة. هاي المواد اذا كانت على شكل suspension او في بعض المرات emulsion لازم نكتب عليها shake well before use. بما انها للاكسترنال preparation فبتكون معبأة في عبوات مضلعة او بتكون خشنة، بسموها ribbed bottles، عشان انه ندل المريض انه هاي for external preparation. هون من الأمثلة تبعتها اللي هي compound sulfur lotion الفارماكوبية، بتكون من precipitated sulfur, coagulating tincture, glycerol, industrial methylated spirit والcalcium hydroxide solution. تستخدم لعلاج الأكني وفي حالات السكيبيز، وكمان as a mild antiseptic. هلأ في الحالة هاي هذه عبارة عن لوشن. هذا اللوشن مش بحتاج ل suspending agent، لأنه في عندك الكولاية تنكتشر مع السلفر بيشتغل as a wetting agent، وفي عند الجليسرول هوني as a viscosity increasing agent. الميثود اوف preparation انه بناخد السلفر نعمله سيفينج عشان نقلل البارتيكل سايز، ونحطه في المورتر، بنضيف عليه الكولاية تنكتشر اللي هو الويتنج ايجنت، نخلطه معه كتير، بعدين بنضيف الميثيليتد سبيريت والجليسرول جراجوالي، بعديها بنضيف بعض من الكالسيوم هيدروكسيد سوليوشن عبين ما نوصل عند السسبنشن، بنحطه في التيرد بوتل وبنكمل الحجم للحجم النهائي. البريبريشن اللي بعديها اللي هي ميثايل ساليسيليت لينمنت، طبعا هون زي ما احنا عارفين لينمنت سميناه لانه يستخدم في حالات المسل ايكس، فهو بنعمل فيه مساج عشان يعالج الشد العضلي. هلا هذا المستحضر بتكون من الميثيل ساليسيليت والاراكيس اويل. الماده الفعاله فعليا هي الميثايل ساليسيليت، از ا روبيفيشنت ماتيريال في المسل ايكس والبينز. الميثايل ساليسيليت بدوب في الاراكيس اويل، والاراكيس اويل هون هو الفيهيكل، وهو في نفس الوقت هو عبارة عن penetration enhancer. method of preparation مجرد خلط، يعني فقط انه مندوب الميثايل ساليسيليت في الاراكيس اويل وبنكمل الحجم ل 100 ملليلتر. اللي بعديها التربنتين لينمنت، برضه هون لينمنت مكون من 2 اويلز، هو او 1 اويل هو التربنتين اويل والكامفور، الاثنين عبارة عن روبيفيشنت ماتيريالز لعلاج المسل بين اند اكس. وفي عندي كمان في السوفت سوب اللي هو عبارة عن emulsifying agent والفريشلي boiled and cooled water. هلا الميثود اوف preparation بنجيب الكامفور بنطحنه منيح عبين نوصل لبارتيكل سايز مناسب، بعدين بناخد السوب من نمزجه مع الكامفور بطريقة انه بنخليه يكون في تماس مباشر بينهم، بعدين بنسوي على شكل بورابل سسبنشن. هلا المي بنحضرها لوحدها، وبعدين بنحط المي على الكامفور
مع الصوب عبين ما يطلع عندي ايمولشن. فهون عندك هون الاويلي فيز حطيناه مع التربنتين والكامفور والصوب، والووتر فيز حطينا المي عليه مع بعض، فهو فعليا هذا عبارة عن ايمولشن، ولكن سميناه احنا لينمنت بما انه يستخدم لعمليات المسل اكس والمسل بينز. البعدين البنزويل بيروكسيد ابليكيشن. ابليكيشن هون اذا عرفنا انه عباره عن انسكتيسايد يوزد فور سكيبيز اند لايس، مكون من البنزايل بنزويت اللي هو ماده حارقه والايمالسيفاينج واكس والفريشلي بويلد اند كولد ووتر. هلا هون بما انه ايمالسيفاينج واكس اذا عرفنا انه البريبريشن عباره عن ايمالشن. هلا فورموليشن هون البنزايل بنزويت اذا هو عباره عن اميسيبل with water، عشان هيك استخدمنا الانايونيك emulsifying wax as an emulsifying agent. بما انه هي انايونيك يعني مشحونة، فهو with a high HLB value، بالتالي بستنتج انه oil and water emulsion. الميثود اوف preparation، بنوزن emulsifying wax بنحطه في evaporating basin يعني زي المورتر on a water bath، وبالتالي بخليه يصير له melting لانه هذا عبارة عن wax. بنوزن البنزايل بيروكسيد البنزايل بنزويت وبنحطه مع الماسيفاينج واكس وبنسخن. هلا هذا يعتبر الاويلي فيز. بناخذ الووتر وبنسخنه لنفس درجه الحراره، بنضيف نص الكميه المي للاويلي فيز وبنعمل ميكسينج، وبعدين كمان مرة بدنا نعمل ميكسينج بس ميكسينج جنتلي تو افويد فروثينج. فروثينج هو تكون الفقاعات. بعدين بعد ما يصير عندي ايمالشن بنخليه يبرد شوي شوي، بنضيفه بقية المي عبين ما نحصل على الفوليوم، بعدين بنحطه ل في البوتل وبنعمل عملية شيكينج بطريقة تكون فيجرس. هلا عندي البريبريشنز النوع الثالث، اخذنا السوليد والليكويد، نجي للسيمي سوليد. السيمي سوليد اللي هي عباره عن الاوينتمنتس والكريمز والجيلز. هلا لو جينا للاوينتمنتس بشكل خاص، يعني ممكن نجهز اوينتمنت بطريقتين اساسيات، ميكسينج باي فيوجن وميكسينج باي تريتوريشن. شو الفرق بينهم؟ ميكسينج باي فيوجن معناته انك انت بتعمل ميلتينج لكل الانجريدينتس عبين ما توصل مثلا درجة حرارة 60 أو 70 درجة مئوية، بعدين بتعمل عملية كولينج وايل كونجيلينج. كونجيلينج انه يتحول كمان مرة لسيمي سوليد نيتشر. هلا هاي الميكسينج بكون لعدة مواد، ممكن جزء منها يكون اويلي ان نيتشر and some will be solid in nature. فاحنا بنسخن كل المواد مع بعض عبين ما ينصهروا. التسخين طبعا بكونش يعني على النار مباشره، بكون في اويل باث اور في فيبر باث من 60 ل 70 درجه مئويه. هلا اذا كان في عندك واكسي سوليدز زي اي نوع من انواع مثلا بارافين واكس، ممكن نقسمهم بدايه بسكين او بآله حاده قبل ما نعمل عمليه الميلتينج. هلا اذا كان في عندك ميكسشر اوف واكسز اند سيمي سوليد ماتيريالز اند ليكويدز، بدايه انت بتصهر الواكسز بعدين بتضيف السيمي سوليدز او الليكويدز. هلا بعد ما تصهر كل المواد مع بعض بتقيمهم عن التسخين وبتضلك تحرك عبين ما يصير عمليه الكونجيلينج في خلال عمليه الكولينج. هلا الميكسينج باي فيوجن هوني انا عمالي بضيف ماده فعاله. طب وقت ايش اضيف الماده الفعاله؟ إذا المادة الفعالة كانت soluble وstable at high temperatures فممكن نضيفها على البيس لما البيس تكون مصهورة، لأنه هون stable وsoluble في البيس. إذا كانت الماتيريال less stable or insoluble to disperse ممكن أنا أضيفها خلال عملية الكولينج، يعني مثلا بصهر البيس أو البيسز بعدين بقيمهم عن التسخين وانا ابرد بضيف الماده الفعاله اذا كانت انسوليبل، ولكن ممكن اوزعها خلال البيس. هلا اذا الماده انستابل وانسوليبل ومشكله كبير انها تتوزع في البيس، فمش هقدر اعمل ميكسينج باي فيوجن، ممكن اعمل ميكسينج باي تريتوريشن. عمليه التريتوريشن
انه ما بسهر البيس، انه باخذ البيس مثلا زي البرافين زي الفازلين وغيره، وبخلطها خلط مع الماده الفعاله عند درجه حراره الغرفه. هلا في كل هاي البريبريشنز اللي بحضرها، الكريمات، الاوينتمنت او الجل وغيره، دائما بضيع عندي بعض الماتيريال، وانا انقل من فيسل، يعني من جلاس وير لجلاس وير. عشان هيك دائما بنعمل اكسس 10% في خلال التحضير. ناخذ مثال عندك هون اللي هو السيمبل اوينتمنت بي بي. هذا السيمبل اوينتمنت ممكن يكون انه بيس لاذر اوينتمنتس، انه ممكن نضيف عليه دواء، او ممكن يستخدم لوحده از ان اموليت. لاحظوا انه كله عباره عن اويلي ماتيريالز، وول فات، هارد بارافين، سيتوستيريل الكول، يلو اور وايت سوفت بارافين. طبعا الوول فات والهارد بارافين والسيتوستيريل الكول كلهم هذول عباره عن سوليد ماتيريالز، واليلو اور وايت سوفت بارافين اللي هو الفازلين هذه عباره عن سيمي سوليد ماتيريال. هلا هون الميكسينج بتكون باي فيوجن. هون احنا بنحط المواد على ايفابوريتنج بيسن، بنضيف بدايه الوول فات اللي هو يعني الواكسي ماتيريال، وبنحط بعديها الوايت سوفت بارافين وبقيه المواد، وبنضل نحرك عبين ما كله ينخلط مع بعض في الحاله السائله، منقيمهم عن الهيتينج، ومنضل نعمل ميكسينج عبين ما يصيروا بارد ويرجع لوضع السيمي سوليد. هلا هون انت لما تكون خالط واكسي ماتيريالز مع سيمي سوليد ماتيريالز، اللي راح تحصل عليه هو انترميديات كونسيستنسي، يعني قوام وسط بين كل المواد هاي. هلا هون كان ميكسينج باي فيوجن. هلا ميكسينج باي تراتوريشن بيتم عن طريق الخلط على بلاطه. هلا البلاطه او لوح زجاج اللي هو بسموه التايل من الجلاس او البورسلين زي ما حكينا. هلا ممكن يكون مثلا عندك بريبريشن فيها مثلا سلفر مع فازلين. طيب هلا كيف بدك تخلطهم؟ بتحط الفازلين على البلاطه زي ما رح تشوفوا بالمختبر، وبنعمل عمليه دبلينج اب. دبلينج اب انه انا بجيب جزء، بجيب كل الماده الفعاله، بكون يعني مثلا 1 جرام ماده فعاله و100 جرام من مثلا فازلين. الماده الفعاله زي السلفر ما بخلطها مباشره مع الفازلين، لازم اعملها شويه ترطيب في البدايه. اذا كانت يعني هيدروفيليك ممكن تعملها ترطيب مع الجليسرول، او اذا كانت هيدروفوبيك تعملها ترطيب مع المينرال اويل، تسوي لنا بيست بشكل بسيط، بعدين بتصير تخلطها باي دبلينج اب مع البيس. هلا اذا كان الماده الفعاله ليكويد، الليكويد كمان باي دبلينج اب، انه في البدايه بنحطه مع سمول كوانتيتي اوف ذا بيس، بعدين بنعمل انكوربوريشن مع بقيه البيس. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.